هذه كره للامام، بدر بنون وكريم البركاوي، البركاوي البركاوي طالت علي شويه البركاوي لكن افضل، لكن الكره في مرمى الحارس ناس سديتي تضيع الفرصه الاولى. معطاش اشاره تنفيذ ضربه خطا، كره لعبات من محسن متولي سفيان الرحيمي الذي يتمكن من تسجيل الهدف الاول في هذه المباراه، تصبح النتيجه ساده هدف لصفر. كان احتجاج لاعبي الحسنيه قد الاحتجاج متواصل على حكم المباراه السيد ياسين مسلم، الاحتجاجات منذ انطلاق هذه المباراه منذ الدقيقه الثالثه احتجاجات اليوم بوفتيني على هذه المباراه. نعم خط دفاع واحد من افضل المدافعين في البطوله الوطنيه، مش تسلل الحكم يقول مواصل اللعب يا ساده، عنده خيارات متعدده. كان تسلل عمر بوطيب ووضحته الاعاده، وبالتالي حتى ولو كان هدف هو هدف مرفوض. ايقاعه من الكره من كريم بركاوي، كريم منتومين واحد ضد واحد ممتاز جدا هنا امام لاعبين من الرجاء، كره من عمر العرش والحكم ما شافش فيها خطا، خلى الامتياز لمليك سيسي الذي سدد بعيد. ما نساوش جيرار الايفواري لاعب ممتاز جدا، جيرار واحد من كبار الهدافين في البطوله الوطنيه. على الكره مشكل انطلاقه، كان سوء تفاهم، كان سوء تفاهم، كان سوء تفاهم. زريده لوحده زريده للرجاء، ما كاينش تسلل تماما، هذه امكانيه هدف الحكمي. الكاريزما هذا الرجل تؤهل ان يكون قائدا لدفاع الحسنيه. ماديو بيلا هدف الرجاء سيمتص كثيرا ضغط الحسنيه الذي كانت له رهبه كبيره للعوده في هذه المباراه، تسجيل هدف يعيد التوازن للمباراه. ماديو بيلا في تنفيذ ضربه خطا في منطقه الجزاء ساسليتي، امين الصادقي للحسنيه، هذه امكانيه للحسنيه، هناك زيادة عدديه للحسنيه. كريم ايت محمد، ايت محمد، ايت محمد يسدد، ايت محمد غبت عنك الدقه يا اخي. فرصة تضيع لحسنية تقد رحيمي مشى من جديد، رحيمي مع ثلاث لاعبين، رحيمي والحكم يدخل ويقول ضربة خطا للحسنية للعميد ياسين رامي. استلامة من الصادقي، كرة ماني 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 لعب كرته في منطقة الجزاء فقط للحارس أنس سديتي. أمامية والكرة للحسنية في منطقة الجزاء، ولو الزميل زهير الرامي يقول لي على أنه ما شافش ولا تسديده في هذه المباراه للحسنيه، بس واحده ما كانش مؤثره، يعني زيرو تير كادري ما يقارب 6 رجاء ما ظهرش لانه تاثر فتره التوقف لفقط 4 كرة من الطرف الايمن، وشد كره في القائمه الثانيه حميد احداد، وتدخل ماني الذي يبعد الكره ضربه في الجوله الثانيه. ماني لعب ماني لرفيق دربه مالك سيسي، سيسي ماني ماني سيسي، والكره للحسنيه وما زال الخطوره للحسنيه. سيسي سيسي كره تسدد لكن مبعده من دفاع رجاء، ما زال الخطوره للحسنيه. تدخل سنادر والفلي لمارتين، سفيان رحيم قلت لكم تجده في كل مكان، بالرغم من انه بعد خروج احداث تحول لراس حربه، لازال اصراره كبير. مكعزي مكعزي في الكره الاخيره بين ماني، عنده مليك سيسي، مليك سيسي كره مجددا، مذكور يبحث عن كره عرضيه في منطقه الجزاء، مذكور كره عرضيه، عبد الاله حافظي خلى الكره، خلى الكره، شاف انه جاي في ظهره لاعب عبد الجليل جبير. سنتيمترات فصلت بينه وبين الهدف، سيكون كبير للتتويج بلقب البطوله الوطنيه. سعى لتعويضه في المباريات المقبله، حسنيه من الكبار، الكبير يمرض ولا يموت، الحسنيه اليوم